ذهبت مرة إلى كنيسة ماري مرقس بكينسينغتون بلندن، وأنا داخل الناس بيسلموا علي واللي يديني ورق من هنا ورق من هنا، ولما قعدت بصيت ورق منهم لقيت جورج بيقول حللني. ركنت الورق، ابتديت في المحاضرة، وبعدين قلت اللي حد عنده سؤال يقول. سواء جورج قال أنا جورج حبيب ببعض، وعايز أقول للبابا أنا أخطيت في حقك فحللني قصاد الشعب كله، وهذا الكلام مسجل صوتا وصورة. فقلت له يا جورج كل ما أخطأت به إلي الله يحلك فيه، لكن في العقيدة لا، كل ما أخطأت به إلي الله يحلك فيه لكن في العقيدة لا. وأنا خارج جاي يركع عند رجلي وعايز يبوس رجلي، أنا ابتعدت عنه، فقال لي حللني برضه، قلت له الله يحلك لكن في العقيدة لا، ما أقدرش حله في أخطأه العقائدية دي. ده اللي وجد من مجلة الهدى، ده بعض منه، بعض والكلام اللي مسجل عليه بالصوت في طنطا كثير جدا من الأخطاء. هيجي يوم أكلمكم على الأخطاء دي كلها، لأن للأسف الشديد بدأ ينشر هذه الأخطاء ويقول إنه الكنيسة غلط وهو اللي صح. ثم فين كلمة أخطيت وحللني؟ كانت مسألة مرحلية ووقتية وضيع بالوقت. وبعدين وجد تأثيره في رهبان دير بومار، ابتدى يتصل بأبونا متى ويشعره بأنه معاه، بينما كان يديني ويقول لي العكس. وحبي لعب على الحبلين، وبعدين بدأ أفكاره يغرسها في رهبان دير بومار. وقال أنا جبت كتابه ده عن أثناسيوس، والكتابين دول الأصول الإيمانية والأبائية اللي طلعها رهبان دير بومار، ووجد تقريبا في بعض أوقات الألفاظ هي 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 هي. فماذا كانت النتيجة؟ هل أسكت على الإيمان ينشر فيه الناس هذه البدع وأنا مسؤول عن الإيمان، أم أدخل في معركة مع المبتدعين ويصيبني ما يصيبني؟ مفيش معنى. وبدأت أطلع نبذات عنوانها اللاهوت المقارنة. في الأول لم أذكر اسم أحد على الإطلاق من الناحية الموضوعية البحتة، ولعلكم تفتكرون عبارة قلتها في النبذات وقلتها في المحاضرات أمامكم: نحن نحارب فكرا ولا نحارب شخصا، لا نحارب شخصا إنما نحارب إيه؟ فكر. فأنا ما يهمنيش مين اللي قال الفكر ده، لكن يهمني الفكر ذاته. إلى أن كان وعملت الكتاب ده في حياة أبو نمازة النبذات، مش كتاب النبذات، من 2004 إلى أن جاء الوقت اللي جمعت فيها هذه النبذات في كتاب بدع معاصر.